ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. أستاذ جميل، أهلا بك. أولا، يعني زيارة للرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الكويت، ملفات عديدة سوف تناقش على طاولة هذه القمة، كيف تقيم هذه الزيارة بداية؟ في البداية طبعا أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. طبعا الزيارة زيارة مهمة جدا في توقيت مهم، في احنا شفنا الجولات اللي كان بيقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل في وزار من دول الخليج، طبعا كان زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة. طبعا كل ده في إطار التنسيق الواضح بين الدول العربية وخاصة دول الخليج العربي في الأمور الهامة اللي بتطفو على السطح في الوقت الحالي، من ضمنها العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج، العلاقات الأمنية والسياسية والتنسيق لكل الأمور التي تهدد أو فيها مخاطر تواجهها المنطقة بشكل عام. احنا شايفين ان في تحركات في منطقة الشرق الأوسط، محاولات للتنظيمات إرهابية عبر الحدود انها تعيد مرة اخرى اماكنها او تعيد انتشارها مرة اخرى. في بعض الدول الكبرى او الإقليمية بتسعى الى التدخل في بعض دول المنطقة، لازم يكون في تكتل عربي. خلي بال حضرتك ان في القمة العربية اقتربت، واعتقد ان في يجب ان يكون هناك تنسيق عربي على العديد من الامور المهمة اللي هيتم طرحها خلال طبعا القمة العربية ومناقشتها بشكل اوسع، ولازم يكون في توحيد للرؤى وتوحيد للمفاهيم خلال الفترة دي. فأعتقد أن الزيارة دي طبعا بالفعل زيارة مهمة. العلاقات مع دولة الكويت علاقات صحيح. قديمة زي ما حضرتك قلت، علاقات كلها متميزة. لا ننسى موقف دولة الكويت مع الدولة المصرية بعد 30/6 ومساندتها للشعب المصري وللثورة المصرية، وأعتقد أن الرئيس في أكثر من مرة وجه الشكر لدولة الكويت على وقوفها بجانب الدولة المصرية بعد 30/6. هناك العديد من الاستثمارات، هناك العديد من المشروعات الكبرى كلها لشركات كويتية تهدف إلى تحسين الاقتصاد وتحسين الدخل المصري في وقتها كان شيء مهم جدا. بجانب طبعا احنا عارفين ان وقوف الدولة المصرية بجانب دولة الكويت في غزو العراق والقوات المصرية اللي قدرت ان هي تحرر دولة الكويت، كل ده تاريخ طويل من العلاقات الثنائية، العلاقات الحميمة، العلاقات بين الأشقاء بين مصر ودولة الكويت. صحيح، يعني هو نموذج فريد يحتذى به في العلاقات العربية وفي العلاقات الدولية ما بين مصر والكويت. مصر يعني كانت من أوائل الدول التي يعني أيدت استقلال الكويت عام 1961 ووقفت بجانبها في الكثير من المواقف. كيف تقرأ خصوصية العلاقات المصرية الكويتية وما يمكن أن تسهم به في توحيد الرؤى العربية، خصوصا ونحن يعني على أعتاب قمة عربية مرتقبة ستعقد في الجزائر؟ هو زي ما قلت لحضرتك ان هي علاقات قوية جدا ومؤثرة، واحنا لو شفنا حتى الجالية المصرية اللي متواجدة في الكويت تعتبر من اكبر الجاليات العربية اللي موجودة في الخارج. وطبعا في اهتمام كبير من الدولة الكويتية بيهم، وأيضا زي ما حضرتك قلت أن مصر وقفت مع دولة الكويت في من أوائل الدول اللي اعترفت بيها في الأمم المتحدة، وأيضا مصر كان ليها دور مهم جدا ودور قيادي في تحرير الكويت من براثن الاحتلال العراقي. وقدرت الدولة المصرية والقوات المسلحة المصرية أنها تكون من أوائل القوات اللي وصلت إلى العاصمة الكويت وحررتها. وطبعا العلاقات الثنائية والعلاقات بين مصر ودولة الكويت دي أعتقد الرؤى اللي هيخرج من الاجتماع النهاردة إن شاء الله، أعتقد أن دي هيبقى ليها كبير جدا في زي ما حضرتك قلت واحنا قلنا في البداية ان هي على القمة العربية القادمة. القمة العربية القادمة اعتقد ان هي يجب ان يكون هناك تنسيق بين كافة الدول في المواقف الواضحة التي تخص منطقة الدول العربية في الوقت الحالي، فلازم يكون في تنسيق.